دي حلوة أوي. ايه ده؟ هي حامل ولا ايه؟ لا لا ايه الحيوان ده؟ ده شكله كلب. اعمل ايه؟ مستشفى مستشفى. ام 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 او اس. ايوه الو مستشفى الكلب. مستشفى. ايوه انا عايز عربية اسعاف. يا رب ولد ولد. ايه دي مش حامل؟ يا رب تقوم بالسلامة. ها يا دكتور خير طمني. كان عندها اغماء نتيجة حالة تسمم، واضح انها شربت حالة مشنطيطة غصب عنها. اختصاب؟ اختصاب يا استاذ. امال ايه؟ يعني ايه اللي حصل؟ يعني انا ممكن دلوقتي اخش اطمن عليها؟ لا دي طلعت فوق خلاص. ايه ماتت؟ ماتت ايه يا استاذ؟ طلعت فوق في الدور السابع. في السابع؟ وما لقيتوش غير السابع اللي طلعوها فيه؟ طيب اجي لها بكرة بقى ان شاء الله تكون نزلت لارضي. ما في اسانسير. المهم يكون في سلم. عليه. مواصفات فتى احلامك يا ريان. ياه ده لازم يكون رومانسي وبيسمع البرنامج بتاعك. الله يخليكي. ميرسي. خلص. طب المواصفات الاساسيه؟ يعني يبقى حالم طيب، واتمنى يعني انه يبقى جذاب جدا طويل، ويا ريت يعني يبقى هادي وجريء. هي الحاجات بتروح مني ليه كده؟ وطبعا دي كلها مواصفات اوليه. ايه الطلبات دي؟ طب لو طلبت منك تختاري لي. ده تعجيز. واحده بس هتختاري. الأسئلة دي من بره المنهج. يعني لازم يبقى وسيم. وسيم 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 بس وسيم بس وسيم بس خلاص. وسيم. عرفت وسيم. عرفت وسيم. عرفت وسيم. عرفت إن أنا وسيم. وسيم 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 وسيم. Thank you.
لا معتز الحالة يا معتز الشرطة حيموتني معتز معتز أنا بتصفى يا معتز أنت إيه شريط 24 ساعة مش فاتح ده لو فتحت لك باب الكاسيت عملت فيا كده اما لو فتحت لك باب الشقه هتعمل فيا ايه زباله وبتشتم كمان هات الزباله يا استاذ طارق اجري يا عم تسوق من عندك في شريط متوحش بره شكرا شكرا طارق بيه زي صحتك اهلا وسهلا اهلا ازيك يا استاذ عملت لنا ايه في ايه في ايه في النمر في رقم الموبايل والله هو الحقيقة يا أستاذ فادي أصله الـ يعني البيانات مش تحت إيدي قوي فأنا محتاج بس شوية وقت كده شوية وقت قد إيه؟ يعني يومين ثلاثة أيام شهر ثلاثة أيام وتكون جاهز أوكي؟ أنا هتجنن هموت وأعرف مين اللي وداني المستشفى وجاب لي الورد ده كله ده حد شكله مهتم بيكي يا جميل ايه ده لا 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 المحل شكله في الدور اللي فوق ارجعي ارجعي حته هنا بقى مش عارف المحل اهو ده قافل يلا راحوا فين؟ راحوا فين؟ نازل جراش جراش ايه؟ لا انا رايح المعادي ادي ده لمراتك انا معتز اما تدخل تعال تعال انت اللي تخش ايه اللي حصل لك يا فهد هحكي لك تعال تصدق السقف عندنا حلو قوي يا راجل انا حاسس ان انا مش هشوف الارض تاني يا معتز تعال تعال بس يا سيدي فقلت اروح قبل ما اموت انا حاسس ان انا على ما اكلمها هكون اتشليت يا معتز انت قديم وطريقتك قديمه انت لازم تغير طريقتك دي انا لا يمكن لا يمكن اغير طريقتي في التعبير عن الاعجاب في الحب ابدا بص 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 بتتكلم ازاي اصلا ما انا مش عارف ابص غير لفوق يبقى لازم تسمع كلامي كل حاجه فيك لازم تتغير شخصيتك وافكارك منظرك اللي عامل زي امين الشرطه ده لازم تغير شكلك انفخ شفايفي يعني شنبك انفخ شنبي لازم تحلق شنبك اخلص وياك تجيب سيرة شنبي تهاب بس جميلة ازيك